في مختلف جبهات القتال وفي الطليعة منها جبهات مأرب، تثبت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية مقدرتها على المبادرة رغم جحة الإمكانيات. في مأرب وتعز والحديدة خططت ميليشيا الحوثية الإرهابية لعمليات هجومية واسعة ظنا منها أن فترة العيد فرصة سانحة للانقضاض، غير أن حشود الميليشيا وعتادها وكثافة نيرانها انكسرت أمام وحدات عسكرية محدودة العدد والعدة من أبطال الجيش الوطني والمقاومة، وتلاشت أعنف الحملات الهجومية في جبهة الدفاع الجوي بتعز وفي جبهات غرب مأرب بالإضافة إلى جبهات الحديدة. الخسائر التي تكبدتها الميليشيا خلال أيام العيد تعد بالمئات ممن لقوا مصرعهم، إضافة إلى خسارة ثقيلة في المعدات والآليات القتالية خاصة في جبهة الكسارة غرب مأرب وجبهات أخرى. وتشير نتائج الهجوم المباغت الذي شنه الجيش الوطني مسنودا بالمقاومة في جبهة الكسارة إلى إمكانية سحق الميليشيا وهزيمتها في مختلف جبهات القتال من خلال ضرورة إنعاش المسار العسكري عبر إعادة تفعيل سلسلة من العمليات العسكرية ومدها بكامل متطلباتها من عدة وعتاد.